مرحبا بكم الناس الكل، نواصلوا في الدور بتاعنا البلوجر. اليوم باش نعملوا كرياسيون تاع ارتيكل، اضافة مقالة جديدة للمدونة بتاعنا. اول مقالة باش نضيفوها مع بعضنا، نشوفوا كيفاش نعملوا مقالة تكون منسقة جدا، تساهل باش تطلع في محركات البحث. كيفاش الميثود هذه؟ نبدو مع بعضنا. أول حاجة ندخل على البلوجر كما العادة، مشاركة دجاجتنا وحدها، نمشي نعمل مشاركة جديدة. باش نعمل مشاركة ديما أول حاجة باش نعملها هي العنوان متاع المشاركة متاعي. باش يكون العنوان متاعي نتأكد منه، يعني باش يطلع في سعر محركات البحث، وباش تكون فرص متاع الربح من الارتيكل هذا جيدة. أول حاجة لازمني نتأكد منها ونعملها هي نشوف الكلمات الدلالية متاع العنوان متاعي. نشوف لي موكلي شو متاع جوجل، موكلي جوجل. شو ندخل كي العادة الأولى هذي شو اسمه التوم، معدناش كونت جوجل ادز، جوجل ادز توم معدناش كونت. شو نعمل كومونسيل getting started. ديجا ولا عندنا كونت في جوجل ادز. ديجا لهنا باش نعملو محشناش باش نعملو كومباني، باش نعملو كري ان كونت اسمها كومباني. اذا تحب بالعربي جيست هذا جنب الفرنسي، إذا تحب تجيك تقولي كل شيء بالعربي باش تولي خير، تولي تعمل هذي باش تعطيها. فيليسيتاسيون الكونت تاعي مرة. إذا تحب يجيك بالعربي جست تكتب يعني مثلا جوجل ادس، وهو اللي يدخل لك باللغة العربية. ديجا كتبنا جوجل ادوارد وديجا خرج لنا شي يولي الاثنين جوجل بتاعنا بالعلمات جوجل تشتري بالعربي. هنا تو حاليا ما شفتش ساقو جوجل هاي باش تعدو لهنا باش نجي باش نعمل باش نجيو هنا وتجي بعد وتجي كاينش بلانيفيكاسيون ديال موكلي. بلانيفيكاسيون او تيب دو بلانيفيكاسيون ديال موكلي، باش نكليك عليه. بعد الصفحة الرئيسية تسجيل الدخول نعمل في العلامة نعمل تسجيل الدخول بتاع بالعربي. بعد كالعادة بشوف الأدوات وقت بالعربي مختلف تماما. لحظة بركة شوفوا تقرير الأفراد الأعدادات، أعداد تخطيط الكلمات الرئيسية. بدأ عندي لهنا كلمة الريال مثلا، متوسط عملية البحث عليها ما بين 1000 و100000. ريال مدريد بالكتاب بالانجلي عندي ما بين 100000 و1 مليون، منخفض المنافسة عليها منخفضة. إذا هذا دومان نجم نخدم عليه مليح. سعر النقرة يتراوح ما بين 0.02 و0.29. لا لهنا
عشان نشوف ال الموقع الجغرافي تونس. باش نبدو تونس علاش؟ لأن تو مازلنا مانيش عارف الدول اللي باش تدخل لي وين، باش نبدا ندي فيزي كان في تونس تو حاليا، بعد بمدة نولي نجي لهنا نشوف البلوغ نتاعي باش نختار البلايص اللي باش نشوف فيها الكلمات المفتاحية نتاعي. شنو بالطبيعة أنا ذات ما عنديش حتى شيء لأن مازال جديد السيت نتاعي، أما تولي من هنا تشوف الجمهور نتاعك، يعطيك هنا الجمهور من وين جيت، شو اسمه الناس اللي تتابع فيك من أنهي بلدان، تولي تختار البلدان هذه على أساسها جيت تختارها تكتبها هنا في المواقع الجغرافية لهنا، وتولي تختار بالنسبة للغة هنا لازمني نبدلها عربية. احنا عندنا في تونس فرنسية أكثر حاجة مستعملة، أما نجرب حتى العربية مثلا. عندي نشوف الكلمات هذه كلها كلمات متوسط عمليات البحث بتاعها ما بين الألف والمئة ألف، يعني هذا بالنسبة كما تهم البلاد بتاعنا هنا نخدم على تونس فقط. بالنسبة للمرحلة هذه المتقدمة شوي تستعملها أكثر شيء إذا كان الحساب شو اسمه البلوج بتاعك واللي يخدم أكثر، تولي تعرف البلدان اللي نخدم عليها وتشوف الكلمات المفتاحية اللي بنخدم عليها أكثر. لو حاليا باش نرجعوا للمشاركة بتاعنا باش نجيب المقالة بتاعي اللي اخترتها مثلا 13 هذه المقالة هذه. شنو نشيل هنا باش نحط العنوان تاع المقالة نتاعي لهنا، بعد المقالة ديريكت باش نجي نكتب المقالة نتاعي، بعد العنوان باش نجي نكتب المقالة نتاعي. فما شكون يعاود يكتب يعمل عنوان ويكتب مع العنوان حاجة وبعد يعمل التصوير، لكن احنا باش نعمل الصورة قبل كل شيء. الصورة كيفاش؟ باش نجي مثلا نختار أنا الموضوع متاعي لهنا، الموضوع متاعي هنا 13 لاعبا في لائحة زيدان السوداء، يعني باش نجي نشوف مثلا نجيب تصويرة لزيدان مثلا، باش نجيب الصور لهنا، نجم نختار وحدة من الصور الموجودة لهنا ونعملها ريجسترمون عندي. وبعد نعود نهبط بعد مهم مع الاخر، اذا الصوره باش تجيبها من هنا اذا كانت تابعه لموقع كبير لازم تشوف اسم الموقع نتاعها وتجيبها وقت تحطها عندك تقول راني جبتها من الموقع الفلاني باش ما يتذكرش الكونت نتاعك باش ما يصيرلكش مشكل. بعد لو عندي تصويره هنا خدها مثلا بالفوتوشوب نتاع الموضوع هذا، قبل كل شيء هات الفوتوشوب ماذا بين نجيو يجي تخدم التصويرة، أي تصويرة حتى باش تجيبها من برا لازم تعمل تصويرة للرجير نتاعها 640 والوتور نتاعها 380، تصويرة كيما هيكا عشان تويتر تجي لهنا. وقت تجيب التصويرة نتاعك مثلا نجيب أي تصويرة عندي نجي نركبها على نركبها لهنا ونصغر فيها مثلا تصويرة إذا وقت خدمتها من الأول جيت هيكا. بعد كيف نجيبها لهنا نحطها لهنا ونصغر بالكنترول دي، كليك على كنترول دي ونصغرها باش تولي تجي على الواحد بالضبط، تجي بالضبط. وبعد نعملها ريجستر مع كما عندي لهنا، باش نجي جيست نعملها ريجستر مع ريجستر سمو اسم التصويرة ونعمل نختار جي باك نعمل اورجستر. بعد ما اخترت التصويرة نتاعي جست ندخل على البلوك ونجي نكليك هنا نعمل اختيار الملفات عندي نفس الملفات هذه نعملها أرجسترنا لها.
نعمل إضافة الصور المحددة، جتني صورة صغيرة نكليك عليها ونكليك هنا الحجم الأصلي باش تكبر التصويرة. ولا التصوير علاش اخترنا الطاي هذا من الاول ويجي الطول والارتفاع باش تولي تجيني بالضبط الاكبر الاصغر كانك تلاحظ ولا تجي بالضبط على الكادر نتاع البلوكر. بعد ما كليكيت لهنا نجي نكليك على هنا ونعمل في الخصائص. بعد ما نعمل الخصائص نجي ناخذ اسم باش ناخذ الاسم نتاع الارتيكل نتاعي باش نعاوني في كيما هو في الخصائص. نكتبها لهنا وبعدين نكتبها هنا. علاش هذا بهذا كيفاش باش تعاوني؟ وقت نجي نكتب لهنا 13 لاعب ولا أي حد زيدان السوداء بعد ما نكليكي بعد ما نكليكيت عليها هنا وقت نجي نحوم عليها في البحر في جوجل نجي نحوم عليها في ليزيماج باش تطلع في ليماج الأولى. نواصل. بعد ما اخترنا هذا نجي نهبط نكليك الى هنا نعمل سباس ونجي نعاود نكتب العنوان نجي نعاود نكتب لهنا نعاود نكتب مرة أخرى تحت التصوير. بعد ما نكتب العنوان متاعي نكتب المقالة كاملة. اقبل كتبت العنوان متاعي نجي لهنا من الخط متاعك تي تي هذه حجم تاع الخط خليها كما هي جست العادي هذه العادي عندي هنا ردها عنوان هذا هو العنوان نتاعك. يعاون ياسر تنظيم نتاع المقالة نتاعي يعاون ياسر في السيو من بعد ان شاء الله. ارجع بعد ما كتبت العنوان حبطت هو تجي ارجع واحدة عادي لهنا باش نجي للمقالة نتاعي حضرها لهنا هذه جات عودة هذه الاثنين. لازمني كما تلاحظوا الارتيكل نتاعي يكون فيه الفاصل والنقطة، يعني ما يلزمنيش نكتب على بعضها ارتيكل كما جاء. لا مثلا كيف باش نجيب حتى ارتيكل حتى لو كان جايبه مثلا الارتيكل هذا انا شخصيا شايف ارتيكل بالانجلي يحكي على الموضوع هذا جبت الارتيكل بالانجلي عملت له ترادكسيون وعاودت كتبته من عندي انا عاودت كتب بطريقتي الخاصه وهو باش علاش الشيء هذا تفاديا اول حاجه للحقوق نتاع شو اسمه نتاع النشر فوق النشر. وثاني حاجه باش يكون كونتيني يونيك خادمه وحده خاطر كيبدا كونتيني يونيك بالطبيعه اهم حاجه في السيو باش يطلع الارتيكل نتاعك لازم يكون الكونتيني نتاعك يونيك لازم يكون يعني اللي كيما يقولوا جماعه السيو كونتنت از ذا كينج الكونتيني هو الملك هو اللي يوصلك باش تكون في المرتبه الاولى نتاع نتاع الجوجل. جست نتأكد من بعض الحاجات في الأرتيكل اللي نعاود نقراه بعد النشر. نواصلو ثبتنا تو في المقال متاعنا. عندي حاجة هنا مثلا المقال هذا الكلام هذا جايبه من صحيفة اسمها صحيفة الماركة. المقال الأصلي جاي من صحيفة الماركة دونك نجي نكليك هنا على صحيفة الماركة الإسبانية. هو المقال هو هذا نجي نزل يعني لهنا نزل يعني تاعي باش تكون الامور معناتها واضحه باش الناس تعرف المقال من وين جاي اول حاجه وثاني حاجه نولي نكون ما خالفتش جوجل وحاجه مصداقيه للموقع تاعي مثلا هذه صحيفه الماركه الاسبانيه نحط لها عنوان جيرل تاعها لهنا فما عندي اختيارات لهنا اذا شو اسمه فتح الرابط في نافذه جديده شو نكون فيه الاختيار هذا شو معناته وقت اللي يجي يكليكي على الارتيكل يجي يكليكي على كلمه صحيفه الماركه باش تولي كليك كابل في الارتيكل نتاعك يجي يكليكي عليها
اجهزه لانجويج جديده، اجهزه نافذه جديده، يعني المقر بتاع بشق هو في البلاستر وهي باش تمشي نافذه جديده. وعندي الاختيار الثاني اضافه السماء نو فولو. نو فولو هذه شنو مقصود بها؟ مقصود بها ان المحركات البحث كينكليكي كينكوشي لهنا تولي معاش تتبع الارتيكل، وروبوتات البحث تولي معاش تتعدى للموقع اللي زدت اللي هو تابع الماركه ماهوش الموقع نتاعي. هذه وقتاش ما نكوشيهاش الا اذا كان يكون الارتباط الليان اللي حطيته هو ليان داخل السيت نتاعي، ليان نتاعي هنا نولي نخليها روبوتات البحث تتبع السيت نتاعي باش يزيد تقوى السيت نتاعي. اما اذا كان تابع ليان اخر ماهوش تابع السيت نتاعي دونك لازم ندير كوشي الهاتي ونمشي موافق. بعد ما مشيت عملت كوشيتها ديجا ولا تفرج هكا اللي بشو يدخل على السيت ديريكت بشير اللي هذاك اللي قابل ينجم يدخل يتاكد من المعلومات الموجوده لهنا. ثم حاجه اخرى مهمه زادة كل خاصه بالموقع نتاعي لهنا نحاول نعمل هضمه ديرها علاش باش يكونوا جالبين اول ما واحد يدخل للسيت يدخل لل مش للسيت قصدي للتدوينة هذه يدخل للارتيكل هذا شوف الاسامي هذه تجلب الانتباه. حطيتها كل قراء نجم حطيتها مزادة كل قراء ممتاز. تبقى حاجة أخرى التتر العنوان، هذا عملنا عنوان رئيسي. إذا كان ثم عنوان آخر عندي عندي عنوان ثاني نعمل عنوان نجي لهنا نعمل العنوان الفرعي. إذا كان تحت ثم تحت العنوان الفرعي ثم عنوان آخر نعمل نكليك عنوان ثاني ونجي نعمل سيلكس من هذا الكلمة كاملة ونجي نحطها في عنوان الفرعي والعنوان الثانوي. هذا كله يعاونني في السيو لان ريت العناوين لازمها تكون واضحه يكون تكون مخدومه من طريق من هنا باش جوجل يبدا عارف من بعد. نورمالمون المقال تاعي الارتيكل تاعي نورمالمون كامل باش نعمل له جيست باش نجي لهنا قبل ما نعمل نشر باش نعمل التسميات نتاعي لهنا نشوف الموضوع المواضيع كل نتاع في المقال نتاعي لازم يكونوا متصمين كل كل موضوع يكون عنده تسميه معينه تصنيف معين. شنو التصنيف نتاع مثلا المقال هذا باش يكون يعني على انتقالات عندي حتى تصنيفات اول مره باش نعمل تصنيف باش نعمل تمييز لهنا. حاجه اخرى مهمه جدا هي الرابط الثابت. الرابط لهنا باش يجي يشوف باش يكون ريال مدريد اراب ولكن باش يجيني هنا 2019 بلوك بوست. هذا هنا ما يساعدنيش جملة لازم تكون الرابط نتاعي يحكي في الموضوع نتاعي ماهوش باش يكون بلوك بوست. ما ينفعنيش جملة في بعتالي في ريفرونسمون الارتيكل نتاعي يكتب دائما من تالي دونك لازمني نبدل لهنا الرابط الثابت نتاعي. شو دونك كتبت هنا التسمية نتاعي كتبت ميركاتو خليت تسمية زيد حطيتها هنا في اليام تاعي وكلاز 13 عملتها بالانجلي جست نفسها جست كتبتها بالانجلي 13 بلاير بلاك ليست. كما لاحظتوا مع الاسباس ما يخدمش لازم فما تيري نعم ما فماش اسباس في اليام الفوق لهنا ما فماش اسباس. بعد ما نتأكد من احصائية نعمل تم. ما زالت حاجة أخيرة وهي علامة مخصصة لبرامج الروبو مشابه دونك كان فما كانت علامات لهنا نتاع البحث هذه كنت تنجم تكتبها وحدك تو جديدة هذه نورمالمون ما كنتش قبل ولا وحدة وحدة هو تعطيك نبذة صغيرة على المقال نتاعك واللي يهزها وحدة منها. دونك شنو آخر سي بون مازال فما حاجة واحدة ممكن الحاجات اللي هنا معروفين هذه قلنا الارتباط نتاع شو اسمه نتاع اليان هذه التصويره لهنا كيف باش نحب نزيد مثلا فيديو
نكليك إلى هنا. إذا كان تم الفيديو تنجب ثم فيديوهات من اليوتيوب، نولي نعمل ريسيرش لهنا ونجيب الفيديو. سينما ثم ميثود أخرى، نمشي لليوتيوب youtube.com نشوف اي فيديو نحب، ما باش نهزل مثلا نقول الفيديو هذا يشتغل، باش نجي نهزل، باش نجي نعمل، نجي لهنا على كلمة المشاركة وناخد التضمين بتاعها لهنا نهزل. شوف ثم اوبسيون لهنا، اذا كان نحب الفيديو مثلا تبان في توقيت معين، مثلا نختار التوقيت اللي باش تبدا فيه، نجم نكليك لهنا ونهز، ما نحبش تبدا بالصورة، تبدا من أي بلاصة أخرى عادية لهنا، هذه مش مشكلة. نجي لهنا ومش نحط هذا، يعني هزيت تو أكيد مش باش نحط هنا، خاطر استعمل HTML، باش نحطه في HTML لهنا. إذا كان يبغي نحط الفيديو نتاعي في آخر، في الآخر ما خلاص، نكليك لهنا، جست نكليك لهنا. نعمل كل يد هنا نشوف التأليف وري هناك الفيديو نتاعي مربوط. إذا كان نحب نحطه مثلا في وسط، نجيب نحطه لهنا مثلا في البلاصة هاذي، نجي نكتب لهنا أي حكاية، مش تبدأ واضحة كي ندخل HTML هاذي لهنا، نولي نعلقها بالفيديو نتاعي هاذي، نولي نجي لهنا. التأليف نلقاها مهمة، هذا كيفاش نزيد فيديو. بالنسبة لهذه أكيد واضحة، يعني الكتابة وين نحبها تجي، على اليمين على اليسار في الوسط. باش نختار مثلا لهنا، إذا كان بالأونجلي تكتبه بالأونجلي، نحب هو يعربها وحده، ينجم يعملها تعريب من هنا، هذا كان ما ننصحش بيه. انت من عندك وحدك تخدم كل شيء. هذا اللي قراي، هذا اللي تاليك، هذا السوليمينو، هذا اذا كان تحب تكتب اخباري، هذه باش تختار الخط، وهذه اذا كان مثلا كتابة هنا تحبها تكون كلها، تختار كولار معين باش تكون فيه كلمة ثلاثة مثلا، نختار كولار اخضر هنا، جيب الاخضر. هذه حكايات نتاع الورد نفسها بالضبط، واضح نتصور. لهنا يكون كملت الفيديو اللقطه نتاعي، جيت نوري نعمل نشر لهنا. اذا كان نحب نعمل معاينه قبل ما نشوف، قبل ما نعمل نشر، جيت نعمل معاينه هنا واللي يخرج لي كيفاش باش يخرج بالضبط. واضح جدا، هذا كل ما يخص لكتابة ليزارتيكل.